أحييكم يا اللعيبة، أشكركم جداً على المشاركة الرهيبة اللي سويتوها في المسابقة، وصلتوا المقطع لأكثر من 3000 تعليق، لذلك بلاي ستيشن العربية قررت أنها تفوز معانا 10 أشخاص بلعبة مارفل سبايدر مان مايلز موراليس. هتلقوا أسماء الفائزين تحت في الوصف. إذا أنت واحد من الفائزين، كل اللي عليك تسويه أنك تتواصل مع أي من حسابات بلاي ستيشن العربية سواء على التويتر أو على الإنستغرام عشان تأخذ الجائزة. ألف مبروك. وإذا ما كنت من الفائزين لا تقلق عزيزي المتابع، لسه في جوائز جاية ومسابقات أكبر بإذن الله. كل اللي عليك تسويه إنك تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل شيء جديد من بلاي ستيشن.